الثلاثة الموجودة في أرضية الملعب. انطلاقة في المكان السليم. هذا ريان مينديز، هذا اللاعب الذي الله الله جزاء بوكو اتقدم ايصدها لفجيرة الماضية، ضربة ركنية عالية وللأمام والكرة تلحق الله الله يعود الكرة جميلة الآن ومحاولة من ليم يونغ يسدد الله الله وينه من زمان. الثمين في واحدة من أهم مباريات دورينا، كرة وضربة وخطير وفرصة والتعادل للنصر، يعود النصر.